يخني السي فود. المكونات: جزر، مرقه، ميكس سي فود، بطاطس مسلوقه، فلفل رومي اخضر، بصل مفروم، كزبره، ليمون، ثوم، وكمون. طاسه على النار وهبتدي الخطوات الطبيعيه. طبعا احط زيت بس الاول، يعني على الكميه دي ممكن احط حوالي 3 معالق زيت. يلا وحركه، بتحس ان هو زيت كتير بس عشان الازازه بتنزل الزيت بالراحه. ربع كوبايه بصل مفروم، ملح معلقه صغيره، فلفل اسود، اقلبهم تقليبه كده خفيفه. هاخد الميكس سي فود ده، تقدروا حضراتكم تشتروه، بيتباع دلوقتي في السوبر ماركت الكبيره، تقدروا تشتروه كده، او ممكن لو بتعملوا سمك كتير او اكلات بحريه كتير، ممكن لما بننضف مثلا حته سمك، بننضف جمبري، بننضف كلماري، بننضف اي مكونات السي فود، ممكن ان احنا بنشيلهم في كيس ونشيلهم في الفريزر، فده تقدروا تعملوا كده او كده. معلقه من الثوم، قلبهم كويس مع بعض. اكيد حضراتكم عرفتوا خلاص، اول لما ريحه الثوم تطلع نحط المكون اللي بعديه. هاخد اول حاجه البطاطس المسلوقه علشان القوام بتاعها بيبقى جامد شويه، والجزر مع بعض على طول. طبعا الكمون ما بيتحطش بدري، بيتحط متاخر شويه عشان الكمون على النار طعمه بيمرر وبيعمل ريحه مش حلوه قوي. الجزر هو اللي هياخد شويه وقت في السوى. هاخد بقى السي فود بالايه، بالليمون اللي فيه، واقلب كله مع بعضه، وهحط نص كوبايه كزبره فريش. والمرقه دوبها بس كويس علشان اي حاجه راكده تحت تطلع لفوق، او يعني تمتزج كلها مع بعض. شويه من الكمون واقلبها كويس. زي ما قلت لحضراتكم هتاخد شويه وقت في السوا، يعني 8 دقائق ل 10 دقائق مش اكتر من كده.